2-1. Mazzinio. Mauro Silva. Romario بالريال بيبيتو فقط بكسة بيبيتو والهدف الأول للبرازيل بيبيتو يسجل الهدف الأول للبرازيل تمريرة ذكية من روماريو النتيجة تقدم منتخب البرازيل بهدف واحد مقابل لا شيء بيبيتو بعد طول عناء بعد محاولات مستميتة وأخطاء مشددة يمرر روماريو كرة بينية ذكية قاتلة لبيبيتو الذي يسجل في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى سونيميولا البرازيل طلعت بعشرة لاعبين وتسجل الهدف الأول في المباراة في العرض البطيء تمريرة ذكية من روماريو وبيبيتو في الزاوية البعيدة دقيقة 74 يسجل بيبيتو الهدف الأول في المباراة لمصلحة منتخب البرازيل طويلة في الأمام